السلام عليكم، بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة إن شاء الله نشرح أو هنتكلم عن الجيو ريليشن والبايت ريجستريشن، ودي تقريبا هو جزء يعتبر بشكل كبير عملي، فبالتالي إحنا هنحاول نخليه نعمل ميكس ما بين النظري والعملي، لأن لو شرحنا النظري لوحده بنسبة كبيرة مش هيكون مفهوم لينا، فنحاول إن شاء الله إن إحنا نعمل ميكس ما بين النظري والعملي. أولا نفتكر سريعا خطوة، إحنا دلوقتي في خطوة البايت ريجستريشن أو الجيو ريليشن شيب من الكومبليت انشر. بنفتكر الخطوات سريعا كده عشان نعرف احنا فين. احنا اول حاجه بيجينا البيشنت بنعمل له دايجنوزز، بعدين بناخد له البرايمري امبريشن، نصبه ويطلع لنا كاست، بعدين الكاست ده بنعمل عليه السبيشال تري، بعدين السبيشال تري دي بناخدها نعمل لها المولدنج ونحط عليها السكندري او الفاينل امبريشن وناخد له للبيشنت. بعدين بقى بنبعت السكندري امبريشن ده للمعمل يصبه ويعمل لي الماستر كاست. الماستر كاست ده بقى بيعمل لي عليه اللي هي ايه البايت. المفروض المعمل يبعت لي حاجه شبه كده، ده الماستر كاست بتاعي اهو، وعليه حاجه اللي هي ايه البايت، اللي هي بتكون تقريبا فيتنج سيرفيس، اللي هو حاجه زي كانها هي الطقم او الكومبليت دنشر بالظبط، بتشابهه بس بدل الاسنان بيكون في ايه واكس فوق. طيب ده اللي المفروض بيجي لي من المعمل. المفروض بقى انا كدنتست دلوقتي ايه اللي المفروض اعمله؟ دلوقتي انا عايز ابعت، المفروض في اسنان هتتركب للبيشنت. الاسنان دي دلوقتي هل اكيد كل واحد بقه او الماوس بتاعه بيختلف من شخص للتاني؟ شخص عنده الاسنان بتبقى اعلى شويه، الدايمنشن بتاعت وشه اعلى، واحد الدايمنشن بتاع وشه صغيره، واحد حجم اسنانه وشه او فكه كبير فمحتاج حجم اسنان اكبر، واحد وشه او فكه صغير فمحتاج حجم اسنان اصغر. كل الحاجات دي يعني انا محتاج اقول للمعمل يا معمل اعمل لي اسنان حجمها كذا شكلها كذا في المكان الفلاني على المخزن الفلاني. هي دي المعلومات او هي دي الحاجات اللي انا بعملها بخطوه البايت ريجستريشن، ان انا بجمع المعلومات اللازمه عن مكان وجود الاسنان على الفك عشان تكون مناسبه للبيشنت بتاعي. احنا اتفقنا. طيب بالبساطه شديده نبدا الريكوردنج جو ريليشن شيبس. اول حاجه أنا عندي بحط على البايت دي 3 دايمنشن 3 دايمنشن، ايه هما؟ او اي حاجه في الدنيا 3 دي بيكون لها 3 دايمنشنز. عندي الفيرتيكال الارتفاع بتاعها، بعدين عندي الويدث واللينث طول عرض ارتفاع. طب انا عندي عندي ايه الفيرتيكال بلين او الارتفاع بتاعي بي ايه بيسبب الجو سيبريشن او الفيرتيكال دايمنشن بتاعتي، تمام، اللي هي ايه من فوق الفك العلوي، المسافه من الفك العلوي للفك السفلي اللي هي ببساطه هي دي كده المسافه دي، ده كده فيرتيكال او دايمنشن. تمام. بعدين عندي بقى الهوريزونتال، يعني احنا ممكن نقول الفيرتيكال هي الهاي، عندي بقى الهوريزونتال اثنين انتيريور بوستيريور ولاترال ريليشن. يعني نقول هنا ايه ادي الانتيريور بوستيريور، المسافه دي من الانتيريور للبوستيريور واللاترال دي لدي، يبقى انا محتاج اجمع الثلاث قرايات دول عشان ابعتهم للمعمل. طيب ماشي، يبقى احنا كده عندنا الفيرتيكال هي الجو سبريشن، والثيرد بقى السكند والثيرد اللي هم الهوريزونتال بلين عند انتيريور بوستيريور ولاتر. تمام. طيب احنا زي ما قلنا احنا ايه هدفنا من الخطوه دي، ان احنا بروفايد الدنتال تكنيشن بالفولوينج انفورميشن، بدي للتكنيشن بتاع المعمل المعلومات اللي الفيرتيكال والهوريزونتال ريليشن شيب، اللي هي لو هنقول هنا شويه هننزل تحت دقيقة الفيرتيكال دمج اللي هي دي بالظبط، المسافة من الأنف أو النوز بتاع البيشنت لحد الدقن بتاعته، المسافة دي بتختلف من بيشنت للتاني، فأنا محتاج أزود التكنيشن بتاع المعمل بالمعلومة دي للفيرتيكال والهوريزونتال ريليشن شيب. طيب الريكوايرد شيب اوف الدنشر، الشيب بتاعه مثلا هل الفك الأرش بتاع البيشنت ده هورس شو شيب ولا في شيب ولا إيه شكل الفك بتاعه؟ تيك فيسبو، الفيسبو ده جهاز بيستخدم عشان انقل الريليشن من وش البيشنت احطه على الارتكيوليتر، بس للاسف مش بيستخدم كتير في مصر، يعني مش اسينشال او في العمليه، ففي الاغلب ما بيستخدمش يعني، ولكن هو كاكاديميا المفروض ان هو يستخدم. لو حد حابب يعرف عنه اكتر ممكن تكتب بس فيسبو في اليوتيوب هتلاقي ازاي شكله وازاي بيستخدم الكلام ده كله. طيب دلوقتي احنا عندنا احنا الحاجات اللي احنا نجيبها دي كلها، سواء الفيرتيكال دايمنشن موفمنت سواء لاترال او انتيريور بوستيريور، احنا في العاده في الوش عندنا المجزله ثابته، اللي بيتحرك هو ايه المندول.
فبالتالي انا هاخد العلاقات دي كلها من خلال حركه المندوب، لان انا عندي المجزره اصلا ما بيتحركش ثابت. فبالتالي انا بشوف ايه هي الحركات المتاحه عندي في المندوبل، ومن خلالها ببدا اسجل القرايات دي. اولا انا عندي ثلاثه اسينشال او ثلاثه بوزيشنز اساسيين للمندوبل. ايه هم؟ الريست بوزيشن والسنتريك اوكلوجن والسنتريك ريليشن. ممكن نشرحهم على الصوره دي افضل. الريست بوزيشن اي حد فينا هو قاعد دلوقتي، انت مثلا قاعد ما بتعملش حاجه، قاعد على التليفون او ايا كان، في العاده مش بتبقى عاضد على اسنانك، مش يعني انت ما بتكونش كده عاضد على اسنانك في الطبيعي. في الطبيعي بيبقى في مسافه بسيطه جدا ما بين اسنانك وانت قاعد، ده في حاله الريست. دي بيسموها الريست بوزيشن. والمسافه اللي هي ما بين اسنانك دي، اللي هي بتكون حوالي من 2 ل 4 مللي، اسمها فري وي سبيس او انتر كاسبر ريست سبيس، تمام؟ دي الريست بوزيشن، تمام. طيب خلال الاكل بقى، او مثلا انت بتعض على حاجه، او انت بينك وانت عايز تعض لاي سبب ان كان، المسافه دي اكيد الفري وي سبيس هتختفي، لان انا الاول كان في مسافه، فدلوقتي لما عضيت المسافه دي اختفت، فبالتالي دي هي ايه الفري وي سبيس اختفت. فده يبقى انا الريست بوزيشن انا مش عاضد، بوستيرال بوزيشن اون ريست ريليشن. دي بقى السنتريك انتر كاسبل بوزيشن. طب السنتريك ريليشن بقى يعني ايه؟ سنتريك ريليشن هي باختصار شديد لو ريترودد بوزيشن. يعني ايه؟ يعني الوقت او الحاله اللي المندول فيها بتكون راجعه لورا. ازاي؟ انا في الوضع الطبيعي دي اسمها الجلينويد فوسه، اللي هي بيقعد فيها الكوندايلر بتاع المندول. في الوضع الطبيعي او في الحاله الطبيعيه المفروض تبقى قاعده في الفصل دي، اللي هي الريترودد، المندوبل راجعه لاخر حاجه ورا حصل لها ريترودد، فالكوندايلر قاعد في الجلينويد فصة، تمام. لو انا طلعت بقى عملت بروتروسيف للمندوبل، طلعتها قدام، يبقى الكوندايلر هيطلع بره الجلينويد ايه فصة، ده البروتروجن وده الريتروجن. طيب دي هنحتاجها بشكل كبير قدام، فاحنا محتاجين نعرف ان انا دلوقتي السنتريك ريليشن اللي هي دي، انا عايز الكوندايلر تبقى قاعده في الجلينويد فصة بتاعتها ثابته في مكانها، تمام. ده الوضع الطبيعي، لكن لو هي طلعت قدام كده ده الابنورمال او اللي مش طبيعي. فالسنتريك ريليشن ان انا عايز اوصل للحاله دي اللي هو الريتروجن، ان الكوندايلر تبقى قاعده في الجلونيد فصه بتاعتها، تمام. تمام، يبقى كده احنا عرفنا الثلاثه الموست بروميننت او البيزك بوزيشنز بتاع المندول، وقلنا الريست بوزيشن زي ما قلنا فيها السبيس اللي بتبقى موجوده دي اسمها فري وي سبيس، بتكون من 2 ل 4 مللي تقريبا، ودي الاوكلوزال فيرتيكال دايمنشن لما بنقعد. طيب تمام، دي الاوكلوزال سنتريك ريليشن اوف بوزيم بلس سيرفر انتركاسبيشن قلناها، والموست ريتيرد ريليشن اوف ذا ماندبل بوزيشن ان ذا جرونيت فوسا زي ما شرحنا. طيب دلوقتي احنا عرفنا المعلومات دي كده، وان احنا محتاجين نزود البيشنت بالحاجات دي وعملناها وكده. اعملها ازاي بقى؟ دلوقتي انا دخلت جالي البيشنت العياده، ومحتاج اني اطلع منه الحاجات الريست بوزيشن والسنتريك اوكلوجن والسنتريك ريليشن والريليشن والكلام ده كله. انا المطلوب مني اعملها ازاي؟ اول في تقريبا في 3 خطوات او في كذا خطوه بعدهم، ولكن ايه، نبدا الاول بالثلاثه دول. ريكوردنج اوف ذا جير جو ريليشن عن طريق 3 خطوات. ايه هم؟ اولا احنا قلنا ان الابر ارش هو ما فيهوش حركه المجزله، فبالتالي الابر ريكورد بلوكس انا بعمل له ادجستمنت الاول واظبطه واخلص منه، وبعدين بقى امسك اللور مع الموفمنت بتاع الايه المندوب، تمام. يبقى اول حاجه نمسك الادجستمنت اوف ابر بلوك، بعدين بقى باخد الفيرتيكال ريليشن شيب والهوريزونتال ريليشن شيب اللي احنا لسه قلنا عليهم، اللي هي قلنا الايه الهوريزونتال دي اللي هي فيها البروتروجن والكلام ده كله. نبدا الاول بالادجستمنت اوف ابر ريكورد بلوك. في حاجات بتاكد منها، انا بحط الريكورد بلوك اللي جات لي من المعمل بحطها في بوق البيشنت وابدا ابص على الاتي. اول حاجه الليبيال فولنس. يعني ايه ليبيال فولنس؟ ان هي علاقه الريكورد بلوك مع الليب مظبوطه، مش الوكس هنا لو زياده قوي او الاكريل نفسه زياده هلاقي الليب طالع لبره كده، ده مش صح. وفي نفس الوقت لو الاكريل او الوكس قليل هلاقي الليب داخله لجوه، فده مش طبيعي، فبرجعه للمعمل اقول له لا ظبطه لي. ولكن لو هو في حاله طبيعيه بالمنظر ده، الليب لازقه لمسه الليب كويس، ما فيش اي مش طالع لبره ولا داخله لجوه، يبقى انا كده ايه حققت الليب الفولنس، يبقى كده تمام ما فيهوش ايه مشكله. تاني حاجه ببص للهايت بتاع الرم، دي هي مثلا طولها قد ايه بقى، اللي هو الايه فيرتيكال دايمنشن بتاعها، هل هي طويله قوي؟ يعني مثلا الاقي نصها باين، يبقى كأن العيان، لو في بعض الناس اللي هم عندهم ابتسامه لسويه اللي هي اسنانهم كلها طالعه، يبقى ده مش صحيح. فبالتالي انا محتاج تقريبا تبقى ابروكسيمتلي شو 2 ملم، يعني انا محتاج ان يكون باين حوالي 2 ملم من الواكس ريم زي ما هو في الصوره كده، تمام.
اكتر من كده يبقى في مشكله، فبروح انا مقصرها، او دي ما بتحتاجش المعمل تقريبا، بروح انا اعمل لها ايه بالبسبوسه نايف او بالواكس، بروح ايه اقلل كميه الواكس لحد ما ظل تقريبا ايه 2 مللي. طيب الانتيريور بلين كده خدنا احنا اول حاجه، بصينا على حاجتين، الليبيال فولنس الهايت اوف ذا ريم. طيب الانتيريور بلين بقى دلوقتي الاسنان دي انا محتاجها تكون مظبوطه بشكل سيمتريكال، مظبوط جدا زي كانها اسنان طبيعيه. طيب دلوقتي انا الاسنان دي، ما ممكن الواكس ده معمول يدوي، فوارد مثلا تكون اليمين على سبيل المثال فرضا مثلا، ممكن الحته دي اعلى من الجنب الثاني او الجنب الثاني اوطى اعلى، فبالتالي انا محتاجهم الاثنين يكونوا زي بعض بالظبط، وغير كده ممكن يكونوا زي بعض ولكن مش مساويين للاسنان. بمعنى ايه؟ على سبيل المثال انا هنا ممكن يكونوا الاثنين مساويين بعض ولكن جايين في بانحراف كده، او انحراف يمين او انحراف شمال، انا ده مش هيظبط، فانا محتاج يكون الاسنان مظبوطه مع الوش بالظبط. طب ايه الحاجه اللي انا اعرف اظبطها مع الاسنان اشوفها مساويه ليها ولا لا؟ فعندنا تو لاينز ان انا ايه بحاول اظبطهم مع الاسنان. عندي واحد اول حاجه الانتيريور بلين، اول حاجه بنمسك الانتيريور تيث وبعدين البوستيريور تيث، بروح حاطط مسطره او فوكس بلين ده جهاز او اي حاجه مستويه، مسطره خشب اي حاجه، تانج ديبريسور ايا كان، حاجه مستويه هنا على الواكس رام في الابر روكرد بلوك، وحاجه ما بين عينين الاثنين، لان في وجدوا ان في علاقه ما بين ان الخط، لو هنرسم خط كده ما بين العينين الاثنين دول، هيكون بارلل او موازي للخط لو احنا رسمناه مع الاسنان، يبقى الخط ده مع الاسنان لازم يكون موازي او مساوي بارلل للخط بتاع الانتر بابيلاري لاين، ده اسمه انتيريور بلين، ممكن اسميه انتر بابيلاري لاين لان هو ما بين الاثنين بابيلاري اوف ايز، او سوبرا اوربيتال ريدج اللي هو ايه فوق الاوربيتال ريدج. تمام، يبقى انا الاول بشوف الليبيال فولنس، وبعدين بشوف الهايت اوف ذا ريم، وبعدين بشوف الانتيريور بلين، اشوف الاسنان دي بارلل للانتر بابيلاري لاين ولا لا. طيب شفتها تمام بارلل، طيب احنا كده شفنا الانتيريور تيث، باقي بقى البوستيريور تيث. عندي لاين تاني اسمه الالاتريجس او الالاتريجس او الكامبرز لاين. يعني ايه الاتريجس اصلا؟ نبص في الصوره، الحته اللي هي بتبقى على الجنب دي من الانف او النوز اسمها الا، والحته اللي طالعه من الودان دي اسمها تريجس، فالا تريجس يعني الخط من الالا لحد التريجس اوف ذا ايه اوف ذا اير. طيب وعايز يقول لي ايه بقى الالا تريجس او الكامبرز لاين ده؟ ده في الانتيريور بلين، ان البوستيريور تيث بتبقى بارلل او موازيه للخط بتاع الالاتريجس لاين. يبقى احنا قلنا الانتيريور بارلل للانتر بابيلري ولكن بيبيلري، ولكن البوستيريور بارلل للالاتريجس لاين. هنا برضه نقرا ده بوستيريور تيث ار 6، بس في نقطه انا محتاج اخد بالي منها، ان احنا عارفين عندنا حاجه في الاسنان اسمها كيرف اوف سبيل، يعني الاسنان مش رايحه خط واحد، لا انا في ايه انحراف كده، كل ما بدخل بوستيريور بيبقى في انحراف بسيط، وده ديفكت موجود، ولكن انا على الاقل بيبقى بدي فكره للتكنيشن هو الاسنان ماشيه ازاي بالظبط، احسن ما اسيبها له عايمه تماما، يعني هو ده في ديفكت بسيط ولكن افضل من ان انا ما اعملهوش. تمام، يعني بيكون الديفكت الفرق ما بين الكيرف ده او الخط بيكون شيء لا يذكر يعني، فما بيأثرليش قوي على الفانكشن، فطبيعي انا لما اخده ما عنديش مشكله في الموضوع ده. يبقى احنا الكيرف اوف سبيل اللي هو بيبقى فيه انحراف بسيط قوي اصلا في الموست بوستيريور، فمش هتفرق كتير قوي مع ايه اللاين ده. وطبعا في حاجه جهاز اسمه الفوكس بلين، بدل ما انا استخدم مسطره او تانج ديبريسور اللي هي الخشبه دي او اي حاجه، ده بيبقى جهاز كده هو عباره عن مسطره جاهزه بتقيس بيها على. تمام، يبقى انا كده قست عندي في الابر واكس بلوك، قست الليبيال فولنس، الهايت اوف ذا ريم، الانتيريور بلين والانتيريور بوستيريور بلين، بعدين بقى البوزيشن اوف ذا بوستيريور. دلوقتي انا قست كل الحاجات اللي قدام، باقي لي بقى البوستيريور بلاتال بوردر او البوست دام. ايه هو البوست دام او البوستيريور بلاتال بوردر لو حد مش عارفها؟ اللي هو من ورا كده بتاع الايه الابر، اللي هو من عند السوفت بلات اخر الحلق جوه، اللي هي اخر حته مغطيه السوفت الهارد بلات اللي هي هنا كده. تمام، انا مش عايز برضو الطقم بتاعي يدخل لي لحد زور العيان جوه، او يبقى قصير ما يعمليش سيلنج كويس، فانا محتاج اتاكد ان هو طوله ايه مظبوط. طيب احدده ازاي بقى؟ المكان اللي هو المفروض يقف عنده بالظبط حاجه اسمها فايبريتنج لاين. الفايبريتنج لاين ده لو حد فينا قال بصوت عالي كلمه حتى واسمه فايبريتنج بيحصل له زي فايبريشن، اللي هو
نهاية الخط اللي انت شايفه، البق بيقفل عند اليوفيلا كده، وبتشوف انت خط معين هنا زي في الصورة. الخط اللي انت بتشوفه ده هو ده الفايبريتنج لاين، ده اللي انت المفروض الطقم بتاعك ينتهي عنه. لما حد يقول اه هتشوف اخر حتة في او الموست بوستيريور لاين اوف ذا ماوث، الحتة الاخيرة دي هي اسمها الانتيرو او الفايب، عفوا الفايبريتنج لاين، المفروض الطقم بتاعك يقف عند هناك. طيب انا المفروض اقول له يفتح بقه ويقول اه عشان اعمل له ايه ديتكتنج، سيبرو لينجد اه وذ ذا ماوث وايدلي اوبن، مفتوح جامد، بيكون انتيرو للفايبريتنج لاين، بينتهي عند بدايته، يعني الطقم ينتهي الفايبريتنج لاين يبدا ايه بعديه. طيب دي ممكن مش موست اكيورتلي قوي، يعني انا ممكن ما اعرفش احدده. طيب حاجه تانية، هل في حاجه تانية ممكن تساعدني اعرفه؟ اه تمام، ممكن استخدم بلانت انسترومنت واعمل زي ايه، زي بمشي كده على الهارد بلت. الهارد بلت احنا عارفينه طبعا ايه، هارد وريزيلينت، لازق في الاندرلاينج تشو. بعدين بمجرد ما بينتهي الهارد بلت بيبدا السوفت بلت، ايه الاقيه طري وايه وكمبريسبل، تمام، سوفت كومبريسبل تيشو نوتد، تمام. فانا ممكن بالطريقه دي استخدم برضه ماشي، اول ما الاقي حاجه سوفت خلاص يبقى انا كده ده اخري، يبقى كده ايه ده انتهى السوفت ايه بلت. طبعا دي بتختلف من بيشنت لبيشنت، some cases may extend to several millimeters before merging the thinner and denser tissue. ممكن الموضوع يبقى طويل شويه، يعني السوفت بلت ده بيبقى طويل او الفايبريتنج لاين طويل، ممكن لكذا مليمتر several millimeters، وفي كيسز تانية بيبقى سمول مارجن، يعني ما بتلحقش على ما مجرد ما بتطلع من الهارد بلت بتدخل في السوفت بلت على طول فايبريتنج لاين. طيب حاجة تانية، اه قال لك حاجة تالتة، دلوقتي احنا قلنا ممكن نشوف الفايبريتنج لاين او نستخدم بلانت انسترومنت، او في حاجة اسمها اناتوميكال لاند ماركس اسمها فوفيا بلاتينا، دي بتكون عبارة عن زي نقطتين كده في اخر الحلق، تمام، دول لو انا شفتهم برضو ممكن يساعدوني، اهم هنا برضو فوفيا بلاتينا بيكونوا في النهاية. بيكونوا فين الفوفيا بلاتينا دول بالظبط؟ قال لك anterior to the vibrating line thus marking the posterior limit of the edge. خلاص هم قدام او anterior لل vibrating line اللي هو المفروض انا اقف عنده، فخلاص لو انا شفت الفوفيا بلاتينا بكل بساطه هخلي الطقم بتاعي يقف عند ايه؟ الفوفيا بلاتينا اللي هي ايه؟ posterior limit of the denture. ماشي، انا عندي بقى لو هي زياده او قليله، ال posterior border of the record block is adjusted by trimming or by adding wax to concede with the position. انا بظبطها لو الواكس عندي زياده بروح مقلله، او لو هو قليل بزود، تمام. طيب كده تقريبا احنا خلصنا المقاسات، انا شفت هي طولها عامل ايه، عرضها عامل ايه، البوست ده عامل ايه، الكلام ده كله. طيب انا كده اتاكدت ان حجمها كويس. طيب التكنيشن برضو هو ما زال عنده سؤال، طيب الاسنان اركبها ازاي بقى، يعني انا السنترال اركبه فين، القناين اركبه فين، وانا لسه ما جاوبتلوش على الاسئله دي. من خلال هنا بقى بنبدا نجاوب له على الاسئله دي. في عندي حاجات اسمها جايد لاينز، جايد لاينز يعني خطوط انا بحددها على الواكس بلوك بتاعي، بحيث ان انا ايه التكنيشن يشوفها يفهم منها انا عايز احط الاسنان فين. عندي 3 جايد لاينز، اول حاجه السنتر لاين اللي هو الميد لاين ببساطه، والهاي ليب لاين، والكورنر لاينز. هنشرحهم بالتفصيل دلوقتي. السنتر لاين زي ما قلنا اللي هو الميد لاينز، اللي هو الابر سنترال انسايزر have their mesial surface on contact with any major vertical line، اللي هو الميد لاين البسيط بتاعنا يعني اللي كلنا عارفينه اهو، ادي الميد لاين، ادي الميزيال سيرفيس، والميزيال سيرفيس بتاع الكناين بتاع الابر سنترالز ملتقيين في ايميجينري لاين اللي هو انا هنفترض ان هو ده ايه الميد لاين، تمام جدا. وهنا عايز يقول لي ايه، طيب احنا كده عرفنا ايه هو يا عم الميد لاين وكل التمام. طيب احدده ازاي؟ انا بقى محتاج احدد على الواكس بلوك بتاعتي او الكلوزال ريم، احدد للمعمل من هنا كده خط الميد لاين ده عشان يحط لي سنترال على اليمين وسنترال ايه على الشمال عشان يعرف لي فين الميد لاين اللي هيرص من عنده الاسنان. طيب بحدده ازاي؟ عندي حوالي اربع طرق. اول حاجه immediately below incisive بابيلا اور فرينم، يعني باجي هنا كده بكل بساطه فين الانسايزف بابيلا اهي او الفرينم، هم دول بروح جاي تحتيهم كده انا شايفهم في بوق البشت، اروح جاي عامل الخط رسمه ايه تحتيهم، تمام. ايه تاني؟ قال لك ممكن من السنترر سنتر اوف فلترم. ايه هو الفلترم اصلا؟ اهو ادي الفلترم اللي هو الحته اللي بتبقى اليفيتد دي هنا كده في اللب، باجي في نصها واروح عامل ايه خط، تمام. ايه تاني؟ سنتر اوف ليبيال ترابيكول، بيبقى فيه في البون حته ترابيكول كده عاليه من عندها بتعمل خط وتاخده برضه. باختصار شديد تاني ممكن يعني هي دي كلها طرق، ولكن بكل بساطه شوف الفرينم فين واعمل الخط يعني، ولكن دي طرق اضافيه
لو اتعثر ان عليك ان انت تاخده من الاسباب اللي فاتت لاي سبب من الاسباب، the bisection of the line from corner to corner of the mouth. لو انا من بره خالص بشوف الكورنر اوف ذا ماوس، باجي في نص الماوس تقريبا بالظبط، اروح واخد ايه خط السنتر لاين اللي هو الميد لاين، يعني كلنا عارفينه اصلا. تمام. الهاي ليب لاين يعني ايه الهاي ليب لاين؟ انا عايز اقول للمعمل انا محتاج قد ايه اسنان تكون ظاهره في الاوكلوزر ريم بتاعتي. تمام. يعني انا مثلا هل الاسنان انا عايز الاسنان كتير تبقى باينه، ولا الاسنان يكون اخرها فين؟ فبعملها ازاي؟ بخلي البيشنت يضحك ان سمايلنج، الله بيبتسم اكبر ابتسامه عنده، وهنا بقى بشوف بروح عامل خط حوالين الشفايف من عند الابتسامه كده، بروح عامل له خط. ده بقى it indicates the amount of the teeth which may be seen under normal condition and thus assisting in determination the length of the tooth indeed. طبعا عندي الاسنان بتكون 16 20 مقاسات مختلفه، انا مش عارف ايه المقاس اللي انا محتاج اعمله ولا المعمل يعمله، فبالتالي بروح اعمل اخليه يبتسم، واروح اعمل خط فوق الشفايف بتاعته وهو مبتسم، وبيكون هو ده الهاي ليب لاين اللي هو بيكون عنده بيحدد لي طول الاسنان. المعمل التكنيشن بتاع المعمل بيجي يركب الاسنان بيتاكد ان نهايتها تقريبا عند الهاي ليب لاين ده. تمام. طيب كده احنا عملنا الميد لاين والهاي ليب لاين. طيب تقريبا ده الهاي ليب لاين والميد لاين، تقريبا انا كده ايه عرفت انا هركب سنترال فين، ولسه اللاترال والكناين ما عنديش خلفيه قوي. فعشان احدد له طبعا الكناين بقى بعمل له الكورنر لاينز. الكورنر لاينز دي هي اللي بتحدد لي الكناين يركب فين. فانا لو ركبت الكناين والسنترال خلاص انا عرفت مكان ايه اللاترال اوريدي. طيب وبعدين انا لما بحدد العلاقه من الكناينز، زي ما احنا كنا واخدين في التكنولوجي ان انت لما تركب الكناينز خلاص انت بتبدا ترص بعديها ايه بقى، زي ما احنا عارفين انت خدت الريليشن بتاعت الكناين وبتكمل الاوكلوجن عادي بعد الكناين. فانا محتاج دلوقتي احط كورنر لاين بتاع الكناين. طيب الكورنر لاين دي بعملها ازاي؟ A vertical line extend along the lateral surface of the ala of the nose will pass through the midline of the upper canine. يعني ايه؟ انا عايز يقول لي ان انا دلوقتي لو خدت لاين كده من الديستال او اللاترال اسبكت اوف ذا الا، احنا اتفقنا الحته اللي من النوز دي اسمها الالا، لو خدت خط من الالا دي كده ونزلت بيه كده فيرتيكال هينزل لي عند الميدل ثيرد اوف ذا كاناين. يعني انا باختصار شديد لو نزلت بخط كده من الالا الديستال بتاع الالا على الاوكلوزر ريم هيكون هو ده خط الكاناين. فباختصار شديد بعمل كده، بروح فين؟ A vertical line extend along the lateral surface of the ala of the nose. اتفقنا هو منين؟ will pass through the middle of the upper canines. تمام. يبقى هينزل لي على نص الميدل بالظبط، يبقى المعمل هيجي عند اللاين ده اهو. بروح انا جاي بنزل كده من اللاترال ala of the nose اهو بالظبط، واروح عامل خط وبالتانيه واروح عامل خط. يبقى ده الايه الكورنر لاينز، وادي ده اللي اسمه الهاي ليب لاينز عامله اهو والميد لاينز عامله اهو. يبقى انا خلاص المعمل كده هيشوف الكورنرز دي بتاع الكناين، هيروح حاطط لي فيها ايه الكناينز او السنه، بيكون الميدل بتاعها بيكون موازي او بارل للخط ده. في طرق تانية طبعا ممكن انزل من البابيلاري اوف ذا اي، ولكن بيكون عند الدسل بتاع الكناين. في كم طريقتين تقريبا كمان، ولكن ايه ما تشغلناش قوي، دي اهم طريقه والموست ريلايبل واي اوف تيكينج ذا كورنر لاينز. تمام. طيب يبقى احنا كده لو نرجع ورا شويه، احنا كده احنا قلنا احنا عايزين واحنا بنعمل الاوكلوزر او الريكوردنج الجوريليشن ادجستمنت اوف ذا ابر تيث ريكوردرز، كده احنا تقريبا خلصناه. يبقى احنا شفنا الليبيال فولنس واللينث اوف ذا الاوكلوزر ريم، وبعدين عملت الانتيريور بلين والانتيريور بوستيريور بلين اللي هم بتاع الالاتريجس والانتربيبلر لاين، وكمان شفنا الجايد لاينز الريست لاين والكورنر لاينز والهاي ليب لاينز. كده احنا تقريبا خلصنا الابر لوك دوبلكس، ما فيش شغل تاني معاها. نخش بقى على الايه الموفمنت بتاع الماندبل والفيرتيكال ريليشن شيب والهوريزونتال ريليشن شيب. تمام. الفيرتيكال ريليشن شيب ماشي. احنا قلنا الفيرتيكال ريليشن شيب دي عندي فيها حاجتين اللي هي الريست والاوكلوزال vertical dimension، يبقى انا محتاج اخد حاجتين واحد، ومن خلال الحاجتين دول هطلع لي الفري وي سبيس اور الانتر اوكلوزال ديستنس. زي ما اتفقنا ان انا عندي ايه، هنجيب الصوره عشان تكون اوضح شويه. زي ما شرحنا من شويه الفيرتيكال دايمنشن بجيبها ازاي باختصار شديد، هنشرحه وبعدين نروح نرى. انا محتاج اقيس المسافه دي في وضع الريست وفي وضع
البيشنت وهو ايه اوكلوزن، ابلاي ذا اوكلوزن يعني ايه عضد على سنان. طيب فباختصار شديد انا شايف في خط هنا وخط هنا، فبكل بساطه هعمل كده، هجيب مثلا هعمل نقطه او خط على التب اوف ذا نوز بتاع البيشنت، ونقطه على ايه التشن او الدقن بتاعته، ولكن احاول ان هي ما تكونش في اي حته متحركه، يعني ما اجيش مثلا في الحته دي هنا كده واحط النقطه فايه مثلا البيشنت يرفع شفته او ينزلها فايه المقاسات تختلف، فاحاول احطها على موست نون موفينج سوفت تيشو. تمام، بحط نقطه عند النوز واحط نقطه عند الايه التشن، واحاول اخلي البيشنت يرتاح خالص بحيث بعد الطرق هنقراها دلوقتي بحيث ان هو يكون في الريست بوزيشن ده، واقيس المسافه دي بمسطره برجل ايا كان الاداه اللي هقيس بيها. تمام. وبعدين بعد ما بقيس المسافه دي بكذا طريقه وبكذا وكذا مره عشان اتاكد انها صحيحه بخلي البيشنت يعض، وبعدين المفروض المسافه دي اللي هي الفري سبيس بتكون من 2 ل 4 مللي تقريبا. تمام، فانا لما لو انا ممكن اخليه يعض واقيس هتطلع من 2 ل 4 مللي، او خلاص انا عارف باي ديفولت كده ان هي من 2 ل 4 مللي فمش محتاج اقيس. تمام كده، ايه احنا خدنا هنت سريع عشان نبقى فاهمين واحنا ايه واحنا بنقرا. يبقى الفيرتيكال دايمنشن، ذا فيرتيكال دايمنشن از ذا ميجرمنت اوف ذا فيس بتوين اني تو arbitrary selected بوينتس، اللي احنا قلنا نختار تو بوينتس selected بوينتس ذات ار كونفينيالي كونفينيالي كولكت لوكيتد وان ابوف وان بلو اوف ذا ماوث. تمام، يبقى انا بقيس نقطتين في التيب اوف ذا نوز وفي التشن، وايه واقيس المسافه ما بينهم. الريست زي ما قلنا ان هو البيشنت ما بيكونش عاضد وفي فري وي سبيس، الاوكلوزال قلنا بيكون ايه حاضر. طيب اقيسهم ازاي؟ زي ما اتفقنا قلنا ان احنا بنمارك، قلنا تيب اوف ذا نوز بنحط مارك على التيب اوف ذا نوز وواحده تانية على الايه البوينت اوف هيز تشين ليست موفمنت اوف سوفت تيشو، زي ما قلنا في الاماكن ليست موفمنت اوف سوفت تيشو، اماكن الحركه فيها ايه قليله. طيب تاني حاجه البيشنت لازم يكون كومفورتبلي سيتد، يعني ايه سيتد؟ يعني لازم يكون قاعد مرتاح، لان زي ما هنشوف دلوقتي الريست بوزيشن ده مش سهل اوصل له لان لكذا حاجه برضه هنقولها دلوقتي، ولكن انا محتاج ان البيشنت يكون قاعد ابرايت، مفيش ريست بوزيشن، اقصد ريست هيد ريست، مفيش اللي هو بيسند عليها راسه مش موجوده، يكون قاعد مرتاح، وبحاول اخليه يريح فكه بحيث ان هو يوصل للفري واي سبيس دي، وابدا ايه اقيس، بقيس بقى بديفايدرز برجل مسطره كابلر ايا كان الحاجه الاداه اللي هستخدمها يعني. طيب اوصل للريلاكس البوزيشن ده ازاي؟ ان انت دلوقتي احيانا لو الواحد قاعد يركز مع نفسه ممكن ما تظبطش، الى نفسه بيقعد، وخصوصا احنا دلوقتي احنا لو الواحد جربها مع نفسه هتبقى سهله، لان انت عندك اسنان اوريدي بتجايد الريليشن، فانت اسنانك مش لامسه فخلاص انت في الريست بوزيشن، ولكن لو حد ما عندوش اسنان الموضوع هيبقى صعب شويه بالنسبه له، لان هو ما عندوش حاجه يميجر بيها الموضوع ده، او ان هو يعرف هو في الريست بوزيشن او لا، فمحتاجين نتاكد ان هو وصل لها. ممكن نخلي البيشنت ان هو يبل شفايفه وبعدين يبلع وهيكون وصل، او مثلا ان هو يبل شفايفه ويبلع، يعني انت دلوقتي لو جربتها كل واحد فينا بل شفايفه وبلع هتلاقي نفسك في الريست بوزيشن من غير ما تاخد بالك، وفي نفس الوقت برضه لو قعدت تقول ام 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 حرف الام سيفرال تايمز هتلاقي نفسك برضه وصلت للريست بوزيشن. وعلى الاقل باخد 3 ريدنجز، ليه؟ لان انا مثلا المره الاولى هو ما كانش في الريست بوزيشن مظبوط فاخدت القرايه، المره الثانيه لا كان في الريست بوزيشن مظبوط، والثالثه كان برضه في الريست بوزيشن مظبوط، يبقى انا كده عندي 2 صح وواحده غلط، يبقى انا كده ايه خلاص هو ده الريست بوزيشن بتاعي. لكن انا لو خدت مره واحده واعتمدت عليها ممكن ما اكونش انا خدت القرايه الصحيح، فانا باخد 3 قرايات عشان اتاكد ان هو ايه في الريست بوزيشن مظبوط، لان احنا زي ما اتفقنا ان هي ايه مش سهل الوصول ليها. طيب دلوقتي انا اخدت الريست بوزيشن ومفيش كلوزال ريم في بقه، هو كده مفيش حاجه بقه لسه، البايت بتاعتي انا حاططها بره، بروح بقى مدخلها واخليه ايه كلوزال سيرفيس اوف لور تريمنج، ببدا اقلل بقى الاوكلوزال ريم دي، هي مثلا لو واكس زياده انا محتاج اخليها بالظبط نفس الريست دايمنشن بتاعه. تمام، يعني انا عندي الريست دايمنشن بتاعه سي مثلا 5 مللي، لا 5 مللي الفري ويز بيس، او هو مثلا كله 3 سم مثلا فتحه بقه، او اللي هي الايه العضه بتاعته او الاوكلوجن. تمام، وعندي فري واي سبيس 2 ل 3، فانا محتاج اخلي الريكورد بلوك بتاعتي نفس الدايمنشن دي، يعني انا لو عندي ريكورد بلوك على سبيل المثال دي
الريست بوزيشن بتاعي اهو، تمام؟ ده الريست بوزيشن. الدايمنشن ده انا محتاج البايت بتاعتي الدايمنشن بتاعها يكون نفس المسافة. لو الواكس هنا زيادة هقلله، قليل ازوده، تمام؟ يبقى انا محتاج اخلي الاوكلوزر ريم بتاعتي او الواكس بلوك مساوي للريست فيرتيكال دايمنشن. طيب خلاص ظبطت انا الواكس بتاعي وخليته مساوي للريست او الفيرتيكال دايمنشن بتاعتي. طيب بعدين اعمل ايه؟ ماشي، تريمنج باي. وممكن بقى يعني كحاجة تسهل عليا الموضوع ده اكتر، ان انا اسيح. وطبعا التريمنج والواكس لو انا هشيل بيكون من اللور، لان انا الابر انا ظبطت عليه قراياتي وخدت الهايلبلاين والكورنر والبلاين والكلام ده كله، فما ينفعش ابوظه بقى وارجع اخد منه واكس تاني الا في حالات محدوده جدا. ولكن في الغالب انا بشتغل على اللور ارش او اللور بايت، تمام. وممكن بقى حاجه تسهل عليا بكل بساطه، ان انا اسيح الاوكلوزال سيرفيس بتاعه اللور او بالمنظر ده كده، اسيحها بشكل كويس واخلي واحطها بقى بشت واخليه يعض. فبالتالي الواكس هو سوفت، فهيروح نازل لحد ما يوصل ايه للاوكلوجن اللي انا عايزها، اللي هو ايه بتاعه البيشنت اصلا، تمام. يبقى انا هو كده يبقى عندي عاضد. بس افرق بحاجه مهمه دلوقتي، لما هو انا هسيحها وهيعض هيطلع لي دايمنشن. الدايمنشن دي مش اون ريست، ده هتبقى اون ايه، اون اوكلوجن. فانا اعمل حسابي في 2 3 مللي اللي هم ايه فري واي سبيس اهو. ولو عض اللور هتنزل، ولكن هيبقى مديني الايه الاراي اوف اوكلوجن فيرتيكال دايمنشن. فانا بعمل حساب في 2 3 مللي اللي هم بتاع الايه الريست فيرتيكال دايمنشن، تمام. يا اما انا ازود الواكس بايدي، يا اما زي ما قلنا بنسيح اللور وندخله جوه البيشنت ونخليه يعض عليه. فبالتالي لما يعض عليه هينزل لحد ما البيشنت يوصل للاوكلوجن فيرتيكال دايمنشن بتاعته، وبعمل حساب في 2 3 مللي اللي هم الريست فيرتيكال ايه دايمنشن، تمام. طبعا as close to the upper block. طيب free way space removing further، بروح بقى ايه انا هو كده الاوكلوجن، بروح زي ما قلنا ايه بنشيل 2 3 مللي ايه اللور ريكورد ريم اللي هم قلنا الفري way space بتاعتي. بتاكد بقى تشيك ذا اكزيستنس اوف ذا فري way space باي اسكينج ذا بيشنت تو ريلاكس وذ ذا جريد. دلوقتي انا ايه شلت ال 2 3 مللي بتوعي بتوع او هو كده الاوكلوجن، تمام. يبقى انا الاوكلوجن اهو، انا بعمل حساب ان في زياده 2 3 مللي اللي هم الايه الفري way space. فخلاص انا ظبطت الواكس بتاعي وبرد وكله تمام. هو دلوقتي البيشنت عاضد، تمام، بخليه يقعد. بقول للبيشنت ارجعه للريست بوزيشن بقى، وبعدين اشوف هل في مسافه ما بين الابر واللور ولا لا. الابر واللور دلوقتي المفروض هو عاضد، ده الفيرتيكال اوكلوجن. لما يفتح في الريست المفروض في 2 3 مللي فري واي سبيس، المفروض اشوفها. لو في مسافه يبقى انا تمام واخد قياساتي صح. لو هو رجعته للريست بوزيشن ولسه عاضد او المسافه اوفر قوي، يبقى انا كده عندي مشكله ايه في القياسات بتاعتي. يبقى انا كده زي ما قلنا بخليه يقعد على المندول ويعمل لي ايه الفيرتيكال دايمنشن اوف الاوكلوجن. يبقى انا تمام كده. بعدين بعد ما اطلعهم والواكس يبرد وكل حاجه، اقول للبيشنت تفتح بقى او ارجع قصدي عفوا للريست بوزيشن، هلاقي في مسافه 2 3 مللي دي البريويز بس. يبقى احنا كده ايه خدنا الفيرتيكال دايمنشن اوف اوف ذا اوكلوزر. يبقى احنا كده قلنا في الاول بناخد الادجستمنت في الاول خالص، الادجستمنت اوف the lower of the upper wax block، وخلصناه اللي هو كان في الجايد لاينز واللب والكلام ده كله. بعدين خدنا الفيرتيكال، دلوقتي بقى ناخد ايه الهوريزونتال ريليشن شيب او السنتريك ريليشن. طيب the science significance of centric relation، ايه مهمه عندي او ليه انا باخد centric relation او ايه اهميتها عندي؟ اي مريض بشكل عام لما بيحصل له irregular loss of teeth او المندول الطبيعي، احنا عندنا في العاده ان المجزله بتكون الاسنان المجزله بتكون قافله على المندول، تمام؟ تمام، يعني الريدج بعيده شويه مش بيقفلوا على بعض، الابر طالع شويه عن اللور. فالبيشنت دلوقتي هو ما عندوش اسنان فمسكين عايز ياكل، فبالتالي بيحصل بيبدا دايما يعمل بروتروجن ويطلع المندول بتاعته ايه؟ لبره زي ما كنا شايفين في الصوره هنا، عشان يخليهم فوق بعض ويعرف ياكل، فبالتالي دايما بيطلعها بره، ما بتكونش في الوضع ده. يعني احنا لو نشوف الوضع هنا الاسنان اللي فوق طالعه بره ازاي؟ واللي تحت ايه؟ داخله لجوه. فهو لو ما عندوش اسنان فالريدج دي هتنزل على الفاضي، فهو بيطلع المندول بتاعته لبره كده عشان الايه الريدج اللي فوق تلزق في الريدج اللي تحت ويعرف ايه ياكل عليها، تمام؟ تمام. فا irregular loss of teeth often shunted the mandible into a slight protrusive or lateral position. يا اما بتطلع لي المندول بروتروسيف قدام
او لاترال بوزيشن يمين او يسار، ان هو البيشنت بيحاول باي طريقه ان هو يعض الابر على اللور باي طريقه كانت. طيب طبعا انا لما اظبط الحاله دي ان هو ذا موست فيفربل بوزيشن اوف مانديبل كومبليت ديشن، ولكن في الطبيعي ان الموست فيفربل بوزيشن اوف ذا مانديبل كومبليت از اكزاكت ان سنتريك ريليشن. احنا قلنا انا لازم عشان لو انا هركب له طقم يبقى انا محتاج احول ارجعه من الحاله دي للحاله دي، يبقى في الموست فيفربل اللي هي الكوندايلر تبقى معشقه وقاعده فيه في الجلونيد فصه ومظبوطه، لان انا لو عملت له كده مش هيبقى مظبوط والبلد هيحصل فيها مشاكل والتي ام جي، فانا محتاج ارجعه دي. فالبيشنت طبيعي هو مع الوقت طول الوقت زي ما هنقرا دلوقتي هو بيقدمها قدام، بيقدمها قدام كل ما يجي ياكل، مع الوقت مع الوقت الزمن مثلا قعد سنتين ثلاثه من غير طقم، فخلاص بقت حركه لا اراديه عنده، هو مجرد ما بيقفل بيعمل بروتروسيف للمانديبل طبيعي. فاحنا زي ما اتفقنا الاول قبل ما نقول ايه كده، احنا قلنا هي ليه مهمة ان احنا نرجعها المكان الاصلي او الجنود فصة، الماكسيمم ستابيليتي والافيشنسي والكومفورت للبيشنت هتبقى ثابتة اكتر لما هي موجودة في الجنود فصة وشغالة احسن والكومفورت وكل الكلام ده. وخلينا متفقين السيركيليشن دي بوردر بوزيشن، يعني حاجة يعني مش حاجة ثابتة او قيمة ثابتة انا هاخدها، لا هي ريبيتابل بنعيدها وريكوردابل وكل الكلام ده، يعني ايه هي انا بقدر اقيسها وكل حاجه ولكن برضه مش ثابته، يعني حاجه ايه زي ما بيقولوا كريتيكال كده. تمام طيب احنا للوهله الاولى لما تقول لحد اعمل رجع المندبل ورا او اعمل بروتوزل، لو انت المندبل بتاعتك قدام هترجعها بكل سهوله ورا، ولكن زي ما اتفقنا ان البيشنت ده بيشنت هو هاف بين without teeth فور considerable تايم، وزي ما بنقول الحركه بقت لا اراديه، هو غصب عنه لما بيقفل بقه بيعمل بروتروسيف لان هو بقى له مثلا سنتين ثلاثه بيعمل نفس الحركه، فمن غير ما ياخد باله هو بيطلعها قدام، فانت هتقول له اقفل بقك هيروح معاه بروتروسيف. فاحنا دلوقتي احنا محتاجين نرجعه المندبل مكانها الطبيعي عشان ناخد النورمال او الكوريكت ريليشن. تمام فالمينيم انتجر هو هاف بين وقت كونسيدربل تايم تندنسي تو بريتريف ذا مندبل وين اسكت تو كلوز ذا جوز توجذر، يبقى عندهم التندنسي ان هو زي ما قلنا يطلع المندبل قدام لما تقول له اقفل الفك بتاعك. وزي ما قلنا ان ايرلي دايز اوف ايدنشالزم، يعني خلاص هو مثلا واحد لسه بقى له اسبوع مثلا او اسبوعين خالع اسنانه، بيكون الموضوع كونشسنس هو بيعملها عن عمد ان هو يطلع المندبل بتاعه كونشسنس عن عمد، ولكن مع الوقت زي ما قلنا بيبقى الموضوع اوتونوميك، هو اللاوعي بتاعه هو بيعمله كده من غير ما ياخد باله اصلا، باي تايم باسز رابيدلي بيكمز اوتونوميك. تمام وغير بقى الناس اللي هم ما عندهمش اسنان خالص، في الغالب المولرز هم اللي بيقعوا الاول بعدين الانتيريور، فبرضه الانتيريور تيث بيكون برضه بيطلع المندبل قدام عشان يعرف ياكل عليها زي الارنب كده بالظبط. ما بيش مانج فور ا نمبر اوف ييرز وذاوت اونلي ناتشرال وذ اونلي ناتشرال انتيريور تيث، فبرضه عندهم نفس المشكله. اند وانس اجين انكونشس بروتروجن اوف ذا مندبل ريزلت، برضه بشكل لا ارادي بيبقى ايه، يعني احنا خلينا عايزين نقول من الكلام ده ان اي حد دنشلس في الغالب بيكون عنده بروتروجن للمندبل قدام عشان يعرف يقعد، وبيكون في اللاوعي بتاعه. فانا عايز البيشنت يرجع للعلاقه الاصلي، ارجعها ازاي؟ عندي هي دي بقى الميثودز فور ذا ريجستريشن اوف سنتريك ريليشن، برجعه ازاي؟ الوز وفي عندنا قاعده مهمه قوي في الحته دي، لما ناخد السنتريك ريليشن قول للبيشنت كلوز ما تقولوش بايت عض، لا انت لو قلت له عض يبقى هيعمل بروتروجن عشان يعرف ايه يعض الاثنين على بعض، لكن لما تقول له اقفل القفل مش بالضروره يكون عض. تمام فعشان كده بنقول له اقفل ما بنقولوش عض. طيب ازاي بقى نقيسها؟ اول حاجه التانج ريتروجن، كل واحد دلوقتي يريد يترجع لسانه ورا يلمس اخر سقف حلقه ويحط ايده على اللور تيث بتاعته، هيلاقي ان اللور تيث بترجع لورا، فالحركه دي بليس ذا تيب اوف ذا تانج از باك از فار اون ذا بلد سمول اوف ذا بوستيريور بوردر اوف ذا ماشي، دي بتخلي المصل بتعمل ريتروجن بسيط للمندبل فبترجعها مكانها، فدي طريقه ممكن اقول للبيشنت رجع لسانك ورا خالص فهلاقي المندبل بتاعته رجعت لوضعها الطبيعي وهو بيقفل، يبقى انا كده ايه رجعته. ماشي ممكن بعض الناس ما بيعرف، ممكن يكون حد كبير مثلا او مش عارف يعمل الحركه او كده، فبعمل ايه بحط زي حته واكس مثلا على الايه الابر البوستيريور بوردر هنا كده، بحط حته واكس في الحته دي كده في البوستيريور بوردر واوريها للبيشنت واقول له حاول تلمسها بلسانك طول الوقت، هو خلاص هيبدا يعمل ريتراكشن للسانه، هو عارف هو بيعمله لايه وكده، احسن ما تقولها له عايمه كده انت حط لسانك ورا فمش هيبقى فاهم قوي. تمام patient is requested to place the tip of the tongue in the contact with the composition and keep it there while he closes. ماشي يبقى هو يحطها على النقطه اللي انا حاططها له وهو قاعد.
sanguine position will exert او احنا قلنا التانج لما بيكون ورا exert muscular pull on the mandible and backward direction، يعني المصل اللسان لما بيرجع هيبقى عنده يخلي المصل تسحب المندوب لورا. تمام should be scored. طيب دلوقتي بقى انا عندي حاجه مهمه، رجعت انا لسان ورا والمندوب رجعت لمكانها وكله تمام، اعمل ايه؟ انا عايز احافظ على العلاقه دي، فاروح جاي كده في منطقه البريمولر تقريبا او البسيب. بروح عامل خط كده من فوق لتحت، تمام، خط كده فوق لتحت، هو بغض النظر عن الصوره احنا بنعمل خط واحد مثلا من هنا من السهم ده للسهم ده، تمام خلاص، وبروح ايه مطلعه. طبعا احنا في الاغلب القرايات اللي بناخدها مره واثنين وثلاثه، لان وارد احتمال الخطا بيبقى عالي، فاحنا بناخدها مره واثنين وثلاثه عشان نتاكد ايه ان هي تمام. لو المندبل كوريكت للبتود، لو هي فعلا رجعت لمكان اللاينز اون ذا لور بلوك، وخليه يفتح ويعملها يكررها كذا مره. لو كل مره الخط بتاعي اللي انا رسمه على الابر اللور بلوك والاولويز كونكيد وذ ذا ابر، يعني الخط اللي في الابر بيمشي مع الخط اللي في اللور، يبقى انا قريت ايه صحيح. في مشكله يبقى انا ايه بعيدها تاني واكتب وارسم خط جديد. اني التريشن لو في اي غلط، لاينز اون ذا لور بلوك ويل نو لونجر كونكيد وذ ذا اون ذا وان اون ذا ابر، يبقى لو في اي مشكله يبقى الخطين مش ايه مش هيمشوا مع بعض. تمام، يبقى دي اول طريقه في ان انا اعمل ريتراكشن او ريتروسيف للمندبل عشان اخد السنتر كليشن صغير اللي هو التانج ايه ريتروجن، ارجع التانج ورا. طيب طريقه تانية مثلا انا عايز اتاكد بطريقتين ثلاثه عشان ايه ارضي فضولي واتاكد ان قرايه صح، ريلاكسيشن بكل بساطه، بخلي المصل اخلي البيشنت يرتاح واخلي المصل بتاعته مرخيه وفي حاله بوزيشن اوف ريست، هلاقيها اوتوماتيكلي هيحصل ريترودد للمندبل. انت الواحد كده لما يكون قاعد مسترخي وهادي خلاص، هو كل حاجه بترجع لطبيعتها. ابدا مندبل ناو، وفي نفس الوقت برضه الخط دايما عيني على الخطين اللي انا حطيتهم فوق. تمام، لو لقيت الخطين ماشيين مع بعض يبقى انا ده تمام، انا كده الخطين بتوعي تمام وقراءتي تمام. if the lines concave it may be assumed that the position is correct or further check may be carried out. لو انا الخطين تمام يبقى انا كده ماشي صح وايه كله تمام. عايز اتاكد زياده ابلع بكل سؤال، بسال بخلي البيشنت يبلع خلال البلع المندبل بترجع لمكانها الطبيعي في الجلوتيد فوس. يعني لو حد كل واحد دلوقتي يبلع هيلاقي نفسه ويحط ايده على التي ام جي كده، هيلاقي ايه المندبل بترجع لمكانها الطبيعي. الفاتيج ان انا اتعب البيشنت باختصار، ان انا اقعد اقول له اعمل ريتروجن بروتروجن، طلع فكك لقدام ولورا، فكك لقدام ولورا، فكك لقدام ولورا، فبيتعب. فبعد التعب ده طبيعي العضله او المفصل هيرجع لمكانه الطبيعي. تاير ذا لاترال ترجويد ماسل سو ذات، بتعب عضله اللاترال ترجويد اللي هي المسؤوله عن الموضوع ده. ذات ويل ريلاكس وذ ذا موفمنت كيس، هتريلاكس بقى وهتخلي الكوندايلر هيد ترجع تاني، يحصل لها ريترود وترجع للبنود فصه. الهيد بوزيشن كل واحد يرجع راسه لورا خالص كده لاقصى مكان، ونفس صباعه يحطه على اللور تيث هيلاقيها بترجع ورا. فانا لما برجع الهيد بوزيشن الهيد بتاعتي بلاقي المندبل رجعت لورا. Ask the patient to bend the head backward as possible، ده برضو طريقه ثانيه ممكن اتاكد بيها. ودايما عيني على الخطين اشوفهم ماشيين مع بعض ولا لا. في اي مرحله لو انا لقيت الخطين مش ظابطين برسم خط جديد على الوضع الجديد لحد ما اوصل مثلا ان انا اعمل طريقتين ثلاثه والاقي الخطين مظبوطين على بعض، يبقى انا كده قريت تمام. تمبرالز مصر عضله التمبرال، التمبرالز اللي هي على جانب اللاترال سايدز اوف ذا هيد، على الجانب كده فوق ودانك او قصاد ودانك دي، ما لو انت عضيت دلوقتي هتلاقيها حصل لها كونتراكشن بالانتيريور فايبرز بتاعتها. ما بيحصلش كونتراكشن للتمبراليز الا لو المندبل في مكانها الطبيعي. فلو البيشنت عض وما حصلش كونتراكشن للتمبراليز يبقى هو مش في الوضع الصحيح بتاعه، او المندبل حصل لها بروتروجن. يعني انت لو طلعت اسنانك لقدام عملت بروتروجن وعضيت هتلاقي التمبراليز ما بيحصلهاش كونتراكشن ولا اي حاجه، فبالتالي انا ممكن اخلي البيشنت يعض واحط ايده على التمبراليز، حصل كونتراكشن يبقى هو تمام، ما حصلش يبقى في مشكله. تمام، دي ست طرق عشان اخد. دلوقتي انا خدتها والخطين بتوعي تمام وكله تمام. انا بقى مش عايز دلوقتي انا على ما اوديها المعمل ممكن هو يعرف ازاي ان هي دي العلاقه، ممكن البتاع ترجع الابر يرجع ورا يطلع قدام، فانا عايز احفظ العلاقه اللي انا عملتها دي بحيث تروح للمعمل على حسب ما هي عليه كده. اعمل ايه؟ باختصار شديد باجي هنقولها بالبلدي وبعدين نقراها. باجي في حتت انا مش كريتيكال قوي، يعني ما فيهاش قرايات ولا حاجه، مش هاجي مثلا من قدام وانا عامل الكناين لاين والحاجات دي واقطع. باجي هنا بعمل خطين حاجه اسمها في نوتش، بقطع حته من الواكس هنا وحته من الواكس هنا، واجي في اللور اشيل حوالي 2 3 4 مللي ايه من هنا، وبعدين احط شمع طريق سوفت واكس ما بينهم
واخلي البيشنت يعض على السنتريك ريليشن الصح بتاعته واسيب الوكس ده ينشف، فبالتالي هيلزق لي الفكين في بعض، يبقى انا حافظت على الريليشن بكل بساطة. يبقى نقرا بقى. The least محتاج اعمل least possible pressure should be used in securing centric. بعمل اقل بريشر عشان ما اغيرش اي حاجه في الوكس اللي انا تعبان فيه وعمال اعمل فيه من الصبح. At least two V shaped notches are cut into occlusal surface of the upper rim. زي ما شفنا بالصوره هنا بعمل two V notches هنا كده، واحده هنا واحده هنا في الجنب ده، واحده هنا وواحده هنا في الجنب ده، زي ايه ديبريشن الشمع الوكس يدخل فيه. انا على سبيل المثال كاننا ايه بنلزق حاجتين ببعض. لو حد شاف مثلا على سبيل المثال هنفترض ان هما طبقتين كنافه او ايا كان، انا بحط كريمه في النص وبحط حاجه من فوق وحاجه طبق من فوق وطبق من تحت عشان الزقهم ببعض بالكريمه دي، لو كنافه او تورته او اي حاجه، هنفترض ان التو كلوزر ريم دول تورتتين، فانا بحط هنا وبينهم واكس اللي هو الكريمه عشان يلزقوا في بعض على الوضع اللي انا حطيتهم عليه ده، ما يحصلش اي اختلاف فيهم، ولكن بعمل الديبريشن النوتش او الحته دي عشان الواكس يدخل فيها ويبقوا لازقين افضل، لان انا لو حطيت واكس على سموث سيرفيس كده ممكن في الغالب هيقعوا مش هيلزق كويس، فانا بعملهم عشان يلزقوا ايه كويس. 2 ملم اوف واكس از ريموفد فروم ذا مندبولر اوكلوجن ريم، بشيل 2 ملي من الواكس ايه على المندبولر وفوق بعمل ايه الفي نوتشز. تمام، وزي ما قلنا بعمل سوفت اند واكس شيبت، بعمل رول كده زي برولها بايدي زي الحبل كده رول اكسبرت، بيكون 2 ثيرز اوف ذا يعني الدايمتر بتاعه بيكون حوالي تلتين القلم الرصاص، بيكون رفيع قوي، بروح حاطه ايه وسوفت كده بروح حاطه، وبيكون حوالي طوله او الهايت بتاعه 4 مللي. تمام، بحطه ما بين الابر واللور وبخلي البيشنت يعض واتاكد ان هو في السنتريك ايه ريليشن اللي انا لسه واخد باله من شويه، يعني مش هخليه يعض على حاجه غير انا بعضه اخليه يعض على سنتريك ريليشن، وبعدين ايه السوفت واكس ده هيسيح ويدخل في الفي نوتش اللي على الابر والاثنين مللي انا شفتهم في اللور ويلزقهم ايه مع بعض، بروح مطلعهم بقى الاثنين لازقين في بعض بالمنظر ده. او the blocks are removed from the mouth and chilled، بخليها تبرد في ميه after the wax has been chilled، بعدين بقى لما تبرد بتطلع لي بالمنظر ده اهي زي ما انا شايفها كده، طلعهم لازقين في بعض كده هنا. طب ادي السوفت واكس، لو نشوف علامة الفي نوتش اهي اللي في الابر اهي، وادي التانية، وده الاتنين اللي انا شلتهم من ايه من اللور، هما كده بيطلعوا بوديها للمعمل بالمنظر ده بالشكل ده، ولكن ده سوفت واكس فممكن يطلع لي شويه هنا وشويه لينجوال والكلام ده كله، يعني ايه انا عايزها تبقى سموز كده، ولكن انا بعد ما البيشنت طلع من بق البيشنت الاقي في حته واكس طلع كده وحته واكس طلع كده، الحته الواكس دي ممكن تجاد البيشنت ان هو يعض في حته غلط او تعمل لي اي مشاكل اللي هي سبوريوس. سبوريوس يعني الفائض او الزياده او الحتت الزياده دي. اوزد اوت واكس تريمد اواي، اللي هي طلعت او خرجت من الفي نوتش والحته اللي انا مجهزها على الاول، بعمل بشيلها عشان ما تعمليش اي ايه مس جايدنج للبيشنت او للتكنيشن او اي حاجه، فبخليش الا الواكس الا في حته الفي نوتش دي والحته اللي انا شلتها من الاول. بقول لك ايه السربلس اللي هو الحتت الزياده دي would act as a guide plane to reposition the mandible in the same relation as before، ممكن دي هتطلع لي تخلي البيشنت يرجع يعض تاني او تعمل لي مشاكل تانيه، تخلي بدل ما البيشنت يبقى في السنتريك ريليشن لا يبقى في اماكن تانيه غير الايه السنتريك ريليشن. طيب انا كده يبقى انا كده تقريبا جهزت الكلوزر ريم بتاعتي خلاص، جاهز ان انا ابعتها للمعمل، والمعمل بقى يعمل لي التراي ان، هيحط لي الاسنان بقى على الواكس ده زي ما انا قلت له وشرحت له، وبعدين هيروح جايبها لي اروح حاططها للبيشنت واتاكد ان كل حاجه صحيحه، بعد دي في محاضره تانية اللي هي التراي ان، واتاكد ان كل حاجه صحيحه ولو تمام برجعها للمعمل تاني يعملها لي اكريل واجيبها ايه اسلمها للبيشنت. عندي شويه حاجات كده ممكن تحصل خلال العمليه اللي احنا قلناها دي اخد بالي منها. لو انا زودت الفيرتيكال دايمنشن زياده عن اللزوم اوف اوكلوجن اللي هي دي، لو انا زودتها دي مثلا خدتها زياده عن اللزوم، هي مثلا سي مثلا كانت 3 سنتي انا خدتها 3 سنتي و2 او 3 مللي 3 من 10، ايه اللي ممكن يحصل؟ اللي هيحصل كالاتي، هيحصل عندي ديسكمفورت. البيشنت طبعا انت طول الوقت عندك حاجه عاليه كانك عايز توصل لحاجه بايدك ومش قادر، طويله او بعيد عليك طول الوقت، هيبقى فيه اوفر بيريد اوف ميني ييرز يعني مش هيبقى مرتاح، وغير كده البيشنت على مرور الزمن هو متعود على الاوكلوجن بتاعته، فبالتالي انت جيت فجاه زودت له الاوكلوجن دي عشان هو يتعود عليها هياخد منه وقت كبير وطول الوقت مش هيبقى مرتاح. يعني البيشنت هاز اكوارد اوفر ا بيريد اوف ماني ييرز ا باترن، في نظام معين هو ماشي عليه which controls automatically and unconsciously
من غير ما ياخد باله في اللاوعي هو الاوكلود. انت دلوقتي لو حد عايز يعض بيقعد يفكر انا هعض ازاي كده، بكل بساطه بيعض. فبالتالي لو اتغير انت يعني الواحد لو ركب كراون جديد او حشوه جديده بيقعد يومين ثلاثه انا حاسس في حاجه غريبه بقى على ما بيقدر ياخد عليها. فما تخيل بقى انت هتحط له طقم كامل وعضه كامله، فالموضوع هيبقى شويه بشع بالنسبه للبيشنت. لحد بقى ما a new pattern has been established considerable discomfort will be caused، لحد ما يبدأ بقى يجهز الباترن ده هياخد له وقت محترم، وكل الوقت ده يبقى discomfort. طوما زي ما قلنا هتبقى كأن في حاجة عالية هو مش قادر يوصل لها، في striking of the teeth constant trauma to the tissue، طول الوقت في تروما للتشو، انت بتضغط ففي مسافة عالية فهتضغط لي على التشو من فوق. يعني لو بصينا هنا التوشي ده هنا، ما دي موجهه للليبيا الميكوزا والليبيا الفرينم، فلما دي تبقى عاليه كان كل شويه عمال ازق الفرينم والميكوزا اللي هنا، فتحصل لي دايما ايه؟ دايما يحصل لي ايه؟ تروما. طيب كليكنج اوف ذا تيث، هتفضل كل شويه تطقطق، انا في وضع الريست بتاعي هيبقى كانه اوكلوجن، فهيحصل طول الوقت ايه؟ صوت كليكنج او طقطقه زي ما بيقولوا في التيث ديورنج السبيتش، خصوصا خلال الكلام. في وقت الاكل ممكن ما تبقاش باينه قوي بسبب صوت الاكل المافلد باي، يعني بتكون متغطية او مافلد باي فود ساوند. appearance شكلها مش هيبقى حلو. over opening may result in elongation of the face، الفيس تحسه طويل شوية كأني طولت الوش بتاع البيشن فشكله مش هيبقى سيمتريكال وكويس. واللب هتبقى بارتد، يعني اللب هتبقى بتعاني او produced an expression of strain كأنها مشدودة. يعني اللب في الطبيعي الانسان الطبيعي بتبقى اللب طبيعي كده اهو مش مشدودة ولا حاجة، اللي هو بقى الاسنان هتبقى طويله فاللبه تحسها كانها بتتشد لتحت كده عشان تقفل كويس، لان هي ايه المسافه زياده عليها. يعني هنا لو نلاحظ هتحس ايه اللبه تحسها كانها مشدوده شويه. والنيزو ليبيا السالكس هنا مش واضح قوي، او يعني ايه ده في الطبيعي بيكون واضح، ده لو اللب نازله بتلاقيه مشدود زياده، بس هنا مش واضح قوي في الصوره لكن بيبقى مشدود كانه مش باين. تمام، فالابيرنس بتاعها مش هيكون احسن حاجه. طيب ده لو انا زودتها، لو انا قللتها بقى خليتها اقل من المطلوب هيحصل لي بكل بساطه ان efficiency مش هتشتغل شويه. انا دلوقتي القرش عندي كام على سبيل المثال، ادي مساحه القرش عندي دي كده مساحه القرش، فانا لما قللتها كاني بقلل المساحه اللي المفروض الاكل يدخل فيها، فكان هيحصل نوع من الان efficiency مش هتبقى شغاله بشكل كويس. غير كده المصل اوف ماستيكيشن اور اكتند فروم اتاتشمنت which have been brought closer together، قريبه من بعده كاني ضغطتها، فبالتالي البايتنج فورس ما بتبقاش قويه، كاني ضغطت المصل دي فمش عارف يعض كويس او ياكل كويس. تشيك بايتنج دلوقتي المسافه بقت قليله، فالخد كانه هيتني شويه، الخد دلوقتي المفروض عشان المسافه مظبوطه لما انا انزلها. يعني نبص هنا الناس اللي هم عندهم دنشرز بتلاقي الخد ايه متن لجوه كده، ليه؟ لانه ما عندوش اسنان، متن لجوه بالمنظر ده. فبالتالي لو هي قصيره هيبقى الخد متني ايه لجوه بالمنظر ده، وايه كل شويه ايه يعض خده. تشيك فلاب تشيكس تند تو بيكام ترابد، هيبقى حصل له ترابنج بتوين التيث والبتن دورنج ايه ماستيكيشن. الابيرنس زي ما قلنا برضه شكلها مش حلو، كان الواحد بيبقى كبير الانكريز اوف ايج، يعني اي حد يعجز يقول لك ده بقه دخل لجوه، هو في الواقع مش عشان سنه، هو الفكره ان مفيش اسنان. الناس اللي بيبقى البكر او البوستيريور تيز بتاعتهم مقلوعه بتلاقي خدهم يدخل لجوه يقول لك ده شكله كبير في السن، وهو الفكره ان الاسنان مقلوعه. يعني لو الاسنان دي حصل لها كانت ريستورد وكويسه ما كانش هيبان شكله كبير بالمنظر اللي احنا شايفينه ده. واخر حاجه بقى ممكن تحصل لي حاجه اسمها انجلر كلايتس، او اللي قبل الاخير عفوا. دلوقتي انا مثلا زي ما قلنا دلوقتي الكورنر اوف ذا ماوث دي لما حصل فولدنج للبتاع بقى على طول معرضه للسلايفا والسلايفيشن. المنظر هنا بشوف على طول معرض للسلايفيشن، والسلايفا احنا عارفين كلها بكتيريا والكلام ده كله، فبيبدا يحصل لي هنا التهاب اسمه انجلر كلايتس. المنظر اللي انا شايفه ده لو الفيرتيكال دايمنشن قليله زي ما اتفقنا، او اوفر كلوجر ساورنس ات ذا كورنرز اوف ذا ماوث، او الانجلر كلايتس اوفر كلوجر سام تايمز ريزلت ان فيلنج اوف ذا كورنرز اوف ذا ماوث بيوند ذا فيرنال بوردر بيكامز باثد ان سلايفا، دايما عليها سلايفا فبيحصل فيها ايه انفلاميشن. اخر حاجه طبعا ترابلز في المندبل تمبر مندولار جوينت، انا طول الوقت عندي التمبر تي ام جي بيحاول يوصل للعضه كويس مش عارف يوصل لان المسافه قليله، فده يسبب لي في بين وديسكمفورت وكليكنج ساوند والكلام ده كله. وتقريبا كده خلصنا الحمد لله. شكرا جزيلا، لو حد عنده اي سؤال او اي حاجه او حاجه عايزين نشرحها يا ريت تكتبها تحت. وشكرا لكم، احب اشكر طبعا البي دي اف ده بتاع دكتور ياسر بركه، شكرا ليه اللي احنا شرحنا منه، وشكرا جزيلا.